الشرطة الوطنية قوة مدنية مسلحة تعمل تحت وصاية وزارة الداخلية واللامركزية والمدير العام للأمن الوطني. وقد أنشئت الشرطة الترابية سنة 1953 للقيام بالمهام العامة للشرطة وما يخص السكينة والأمن العام والشرطة القضائية في المراكز الحضرية. كما أنشئت في ذات السنة فرقة ترابية للشرطة في روسو بصلاحيات تشمل كامل التراب الموريتاني. عشية الاستقلال أنشئت الشرطة الوطنية في إطار وزارة الداخلية الوليدة، ثم نقلت مصلحة الشرطة الوطنية التي سبق وأن رأت النور سنة 1959 نقلت إلى نواكشوط في 25 فبراير 1961. وفي سنة 1969 أنشئت إدارة الأمن الوطني بمرسوم رقم 69348 بتاريخ 30 سبتمبر 1969، قبل أن تغدو بعد 10 سنوات إدارة عامة للأمن الوطني بمرسوم رقم 79-19 الصادر في فاتح مارس 1979. وتتكون الإدارة العامة للأمن الوطني من مستشاري الإدارات المركزية والإدارات الجهوية للأمن، ومن التجمع الخاص لحفظ الأمن، ومن مصلحة تعنى بالصحة وأخرى بشؤون الديوان. وتشكل الشرطة في إطار الهيكلة الحالية للتطور الاجتماعي للشرطة، تشكل ركيزة أساسية لبقاء مجتمع نريده ديمقراطيا في أسسه. وفي هذا السياق عملت الإدارة العامة على القيام بالمهام المنوطة بها، أي صيانة الأمن والسلم العام والسهر على تنفيذ القوانين وتوقع كل ما من شأنه أن يمس من النظام العام. فيما يخص هذه الإدارة، هذه إدارة الشرطة القضائية والأمن أساسا معنية بتنفيذ السياسات المتعلقة بالشرطة القضائية على المستوى الوطني والأمن العمومي. الشرطة القضائية يعني ملاحقة مرتكبي جميع المخالفات والجنح والجرائم. أريد هنا أن أقول لكم بكل بساطة أن هذه السنة إحصائيات متوفرة لدينا سجلت تناقصا كبيرا بالنسبة للحالة الإجرامية في البلد، وهذا على كل حال نتج عن إجراءات صارمة وسياسات واضحة اتخذت في مجال الأمن خاصة في المدن الكبرى. هذا النقص يحاول 7-8%، وهذا على كل حال في ميدان السياسات الأمنية يعتبر إنجاز عظيم. على مستوى الشرطة القضائية، هذه العمل في هذه السنة كل الجرائم التي سجلت تم القبض على مرتكبيها، وهذا على كل حال جميع الدول وجميع معروف وجميع مصالح الشرطة معروف عنه إنجاز عظيم. في ميدان المخدرات اللي أساسا ما اللي اشتغلنا عليها السنة، فيه فقط شهادة أساسية من المكتب الأمريكي للمخدرات اللي تتبع الوزارة الخارجية وعنهم في هذه السنة دراسات القرار اللي خاض مواد مارس الماضي، دراسة شاملة في ريجون كاملة فيها أكثر من 12 دولة. موريتانيا وحدها بلدنا وحده هو اللي ما ذكر ذاك القرار. هناك دول كاملة مديولة تحت مراقبة خاصة من المخدرات، معناها ظنتي عمل ناقص، إجراءات ناقصة في مواجهة المخدرات. بلدنا الحمد لله، وهذه الشهادة على كل حال تذكر. تكمن مهمة إدارة المراقبة الترابية في تأمين الهدوء
والاستقرار، ولتحقيق ذلك ارتكزت على الاستخبارات وجمع المعلومات التي تمكن من كشف ومنع أي تهديد قد يواجهه البلد، وأكد العمل على حصر الظاهرة في حدود يمكن تطويقها كصيانة لجودة الحياة وبيئة سليمة للسكن والترفيه. الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة الغير شرعية تتكون من 4 محاور. المحور الأول إنشاء 55 نقطة عبور على جميع الحدود الموريتانية، منها 4 معابر كبيرة وهي مطار نواكشوط الدولي، نقطة 55 من واديبو، معبر جوجي مع الحدود المالية، ومعبر روسو على الحدود السنغالية. وتجدر الإشارة على أن هذه المعابر الأربعة تسير 80% من الوافدين والمغادرين من وإلى البلاد. المحور الثاني وهو أن جميع الإجراءات دخول وخروج البلاد تسير بصفة إلكترونية بدون أي تدخل بشري في إطار المنظومة المسماة عبور. الأجهزة مربوطة بقاعدة بيانات مركزية. المحور الثالث وهو التعاون الدولي مع الهيئات الصديقة والشقيقة في إطار مكافحة الهجرة السرية على المستوى العالمي. المحور الرابع وهو التكوين، وأن هناك تكوين مستمر لأفراد الشرطة على جميع أساليب مكافحة الهجرة الشرعية، منها تزوير الوثائق والمنظمات التي تقوم بتهريب المهاجرين من إفريقيا إلى أوروبا. ومن بين المهام الأساسية المسندة للشرطة الوطنية التدخل السريع والمهني والعالي التخصص حيثما أراد المواطن، وذلك بعون الله تبارك وتعالى وما وفرته لها السلطات العمومية من وسائل وتجهيزات وما تعتمد عليه من مناهج وخطط للوقاية من المخاطر وتوقعها والبحث عن قرب، إضافة إلى مساعدة الضحايا والمساهمة في المحافظة على النظام العام. وأمام ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والأشخاص وتبييض الأموال، عززت الشرطة الوطنية من قدراتها وكفاءاتها في مجال تطويق المخالفات الجنائية وجمع الأدلة وإحالة المرتكبين والجنات إلى العدالة، هذا بالإضافة إلى المحافظة على الأمن العام والحريات العامة. قد أعدت الإدارة العامة للأمن الوطني في السنوات الأخيرة استراتيجية جديدة لمكافحة الجريمة المنظمة واعتقال مرتكبي الجرائم والجنح فوق الترغب الوطني وفي زمن قياسي، كما صادرت عناصر الشرطة الوطنية كميات معتبرة من المخدرات والمؤثرات العقلية. في مجال المكافحة ضد الهجرة السرية، مكنت الاستراتيجية التي أعدتها الإدارة العامة للأمن الوطني من تخفيض عدد المهاجرين السريين الذين يستخدمون التراب الوطني للعبور إلى أوروبا عبر إسبانيا بنسبة 90%. وقد أعربت السلطات الإسبانية عن تقديرها للجهود التي بذلتها السلطات الموريتانية في هذا المجال، والذي ساعد بشكل ملموس في تراجع نسبة المهاجرين السريين وإعادة العديد منهم إلى أوطانهم. بالنسبة لهذا المعبر الحدودي رقم 5 عند الكيلومتر 55، هذا المعبر من أهم المعابر على مع الحدود الشمالية للجمهورية الإسلامية الموريتانية. هناك إجراءات بيومترية، وهم
هنا على مستوى الحدود المولية تتم إعداد الشراء للأجانب القادمين إلى أرض الوطن. هذا المعبر من أهم المعابر اللي يؤخذ منه الناس اللي جاي من الشمال كامل من أوروبا ومن المغرب في اتجاه إفريقيا وفي اتجاه موريتانيا. والإجراءات فيه الشرطة تقوم فيه بتفتيش تدقيق في هويات المسافرين والتأكد من صلاحيات جوازات السفر وتفتيش دقيق لجميع السيارات القادمة من الحدود الشمالية. لهذا الأساس الدولة اتخذت كامل الإجراءات هون الإدارة العامة اتخذت كامل الإجراءات في تسهيل حركة المسافرين العابرين من وإلى الحدود الشمالية. وتتمتع قوات الشرطة الوطنية كذلك بتكوين جيد في مجال مكافحة الجرائم عبر وسائل التواصل المعلوماتي عبر الإنترنت، الشيء الذي مكن مختلف المفوضيات من تحقيق نتائج مرضية في مجال المكافحة ضد أي شكل من أشكال المخالفات، لتصبح ملاذا لكل من يعاني من أزمة من هذا النوع أو يرغب في المساعدة. هذه الفرقة اللي اليوم تم فيها هي أول فرقة تم إنشائها 2006 اللي بموجب مقرر رقم 33 اللي يحمي القاصر حماية جنائية للطفل، وتم تطبيق هذا القانون اللي قانون شامل لجميع حقوق الطفل، تم تطبيقه عند 2006. من بعد تم إرساء مفوضيات بعد تقسيم نواكشوط إلى 3 ولايات. قبل ذلك كنا تابعين للشرطة القضائية، الإدارة العامة الشرطة القضائية، وتم تقسيم نواكشوط إلى 3 ولايات. واليوم احنا تابعين للولاية القربية، لكن هذه هي أول مفوضية خاصة بالقصر، تحمي القاصر، تحمي حقوقه، تحمي المرأة حقوقها، جميع حقوقها ممارس عليها العنف جميع أشكاله. عندنا عدة مجالات نشتغل فيهم، من ضمنهم حقوق، وإذا كان هو القاصر هو اللي من ضمن عصابة مجرمين ينحال للعدالة، لكن عنده محامي، عنده إن أسيستانت سوسيال اللي هي مرشدة اجتماعية، ولازم من الكونتكست. وفي هذا المجال موريتاني ساهمت، هي من ضمن المساهمين في جميع الاتفاقيات، ونختار أن ننوه بدورنا ونقول له على أن المواطن يعطوا يتجه مهما كان للمفوضية بجميع أنواع العنف اللي تضد، من عنف القاصر، من عنف للمرأة وللطفل، أن هناك هذه المفوضيات اللي تم إنشائهم. ولمصاحبة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهامة التي حصلت في البلد، تبنت الإدارة العامة للأمن الوطني سياسة لتحديث طواقمها، حيث اكتتبت وكونت فوجا من 200 وكيل شرطة قبل تحويلهم لتعزيز طواقم الشرطة في مختلف المفوضيات. كما نظمت مسابقتين لاكتتاب عدد من الأطر، من بينهم 10 من مفوضي الشرطة و15 من مفتشي الشرطة و500 وكيل شرطة، لتكون بذلك قد حققت أكبر عملية اكتتاب قامت بها الشرطة منذ الاستقلال. وتجدر الإشارة إلى أن مدرسة الشرطة
كونت منذ إنشائها بمرسوم رقم 68270 بتاريخ 2 سبتمبر 1968، والمعدل بالمرسوم رقم 81059 بتاريخ 2 أبريل 1981، كونت 7 أفواج من مفوضي الشرطة و7 أفواج من الضباط و15 فوجا من مفتشي الشرطة و40 فوجا من وكلاء الشرطة، من ضمنهم 150 من النساء. ويشمل تكوين مدرسة الشرطة التحضير البدني الجيد والتعامل مع الأسلحة والتكوين القضائي والتكوين المهني المتخصص في علوم الأمن والتسيير والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.